دشن مجلس الوزراء تطبيقا باللغة الإنجليزية على الهواتف المحمولة، وذلك في إطار دعم الإتاحة المعلوماتية لأنشطة الحكومة وإبراز مجهوداتها أو مجهودات الخاصة بها في شتى القطاعات. تأتي هذه الخطوة استكمالا للجهود المبذولة لتيسير آليات وقنوات التواصل بين الحكومة ومختلف شرائح المواطنين، والتوجه نحو تعزيز سبل مخاطبات المجتمعات الخارجية، بما يسهم في نقل صورة واضحة ومتكاملة للعالم عن مشروعات الحكومة المصرية ومختلف أنشطتها وقراراتها من مصادرها الرسمية المعتمدة. كما يوفر التطبيق الجديد نافذة مهمة لتشجيع الاستثمار الأجنبي وتسهيل إجراءات الأعمال.